الأسبوعية بالكاف كانت إحدى محطات الحملة الانتخابية للمترشح محمد الهاشمي الحمدي التي شملت اليوم عددا من مناطق الشمال الغربي، حيث أكد أن أقليم الشمال الغربي ظل يعاني الحرمان طيلة عقود بالرغم من الثروات والإمكانيات التنموية الكبيرة. باش نفك حق هذه المنطقة في الميزانية في المشاريع التنموية وحقوق الفقراء في تونس والوسط والجنوب الغربي، البلاد فيها برشا ظلم، الناس تشكي برشا معاناة كبيرة ياسر. الحامدي أكد أن برنامجه الانتخابي يقوم على تنمية المناطق المحرومة وإرساء العدالة الاجتماعية بين مختلف الجهات والفئات. عندي دلوقتي توقعات أكبر بالفوز لما إن شاء الله نكلف حزب نداء تونس بتشكيل الحكومة والسباجي قائد السبسي. أنا عندي صلاحية المبادرة التشريعية، نقدم مبادرات قوانين لمجلس نواب الشعب. أنا نعتبر نواب نداء تونس نواب ليا، ونعتبر نواب النهضة ليا، ونواب الجبهة الشعبية ليا، كل النواب اللي نجحوا هم توانسة، وهدفنا جميعا ينبغي أن يكون خدمة مصلحة تونس. وأكد الحامدي استعداده للعمل مع مختلف الأحزاب السياسية خدمة لتونس في صورة فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية.